طبعا اهلا فيكم اصدقائي. طبعا اصدقائي هالوقت يعني لحظة مهمة جدا وانا بنحاول نسجلها. او ماي جاد والله في كثير ناس جوا الطيارة. انا على فكرة جوا الطيارة هالولي. لو انت لاحظتوا من الشباك زي ما انتم شايفين تمام. انا بحاول اسجل يعني فيديو مش هكذا بوصف لك المعنويات هي الشاشة هان. يمكن احضر فيلم سينما لو بدي. كان نفس الحاجة بدل أوعية بس ما فيش وقت. المشكلة معي تمام لكن الحمد لله يعني الجو مناسب حتى الآن. ركوبها ممتاز. أنا أول مرة صراحة أطلعها. مش عارف كيف بوصف لك الإحساس هذا لكن كتير حلو الجو. حاسو تجربة عن جد ممتعة. ماشي يا أبو سوس. ماشي يا سيسو. خلونا نشوف ايش بيصير وقت ايش بدها تمشي. ها شوف هون الجوال. الجوال وين بدأ صار شيبس. حلو تصوير بالشكل هذا. GHS طبعاً أنا أخذت اسم رقم 37 طلع أتش. مفروض أول كرسي غاب لكن أنا أخذته جنب الشباك. لو أجي واحد بده يقومني حتكاتل معه. حبيبي علوش تابع تابع. فأنا زي ما حكيت يعني حابب أقولهم أنا القاعدة تطلع لذيذة وأنت بتشوف الطيارة وهي بتقلع وكيف الأرض من تحتيك وهيك حبشت خلال نحن غزة ماسك المصاري. لما بتقدر توديك وطلعك وتجيبك وتتحكم في حياتك كلها. ريت يا جماعة تنجح في جوجل ادسنس بجد. جوجل ادسنس لو بدي اشتغل فيه مش لو بدي اشتغل انا بالفعل اساسا شغال يعني حاليا. كيف؟ قول له تعال قول لهم بس خد اذن. احتمال في ناس بدلك كان ما بنضمن يا اخو. المهم جوجل ادسنس يا جماعه لو بدنا نشتغل فيه بشكل عملي وبشكل صح المفروض والطبيعي انت في كل حساب لجوجل ادسنس يطلع 4000 دولار امريكي تمام. من خلال الدومينات الفرعيه للمواقع انت بامكانك تصمم 100 موقع الكتروني. خلينا اقول لك كل موقع كتغذيه مبدئيه 4000 صفحه يطلع. طبعا شرط تعتمد على الاس اي او زائد السي بي سي تبع جوجل ادسنس. بمعنى في عندي احيانا كلمات انا ممكن استغلها في الويب سايت تبعي حيكون سعر النقره او التكلفه فيها 99 150 دولار 200 دولار تمام. بس بدك تكون دقيق جدا في الاس اي او على اساس تقدر تصل للاحتماليات هذه. طبعا ملحوظه الموقع عمره ما بقوم اذا ما كان في باك لينك. بمعنى انا هالوقت اشتريت دومين جديد هل انا ححقق منه ارباح ممتازه جدا من جوجل ادسنس؟ من الطبيعي لا. جوجل ادسنس بحب الشيء القديم او القوة المتانة في الموقع. بمعنى الدومين اسرتي زائد البيج اسرتي لازم يكون فيهم قوة وشرط لازم عندك عشان تحقق 4000 دولار في الموقع تبعك البيج اسرتي اللي هو هيكل الموقع تمام. خلينا اقول لك يا سيدي العزيز الهيكل الفقري لجسم الانسان هو البيج اسرتي تمام. من دونه الويب سايت مستحيل يقوم مستحيل تتصدر حتى في جوجل. كل ما هذا علي معك يعني خلينا أقول عندك البيج أسرتي كان 70 وعندك الدومين أسرتي مثلا 30 الموقع هذا لو شغلت مخك صح فيه تأكد تماما أرباحك في جوجل أدسنس ممكن تصل في حدود من 4000 ل 10000 دولار مبدئيا. هذا هيك وانت مغمض عينك تمام. لكن لو صارت العملية العكس البيج أو الدومين أسرتي مثلا أجا 70 والبيج أسرتي أجا 30 في هذه الحالة ببين أو خلص بين معك أنه موقع سيء جدا وأنه في حالة تزييف. بمعنى أنه مش هيضرب معك سي بي سي نهائي. على العموم هيك بدأت تمشي الطيارة. خلنا نشوف كيف بده يكون الجو إن شاء الله يا رب الله يسهلها. أوكي أوكي I'll just drop you one. انا معني كل اشي بالنسبه للويب سايت تمام.
يعني انت عشان تقدر تحسن الموقع تبعك بدك تهتم زي ما قلنا في البيج اسرتي، في الدومين اسرتي، حتى كمان ترتيب اليكسا لشركة اليكسا نفسها يعني الغته في شهر 5 هو له اهمية في الاس اي او تبع الموقع، تمام؟ لانه اساسا يعني مبنية عليه اغلب المواقع العملاقة في شركة جوجل. خلينا اقول لك من سنة 2000 لسنة 21 2021 يعني 21 سنة وهو مستخدم. فأنا معني بالنسبة لترتيب أليكسا أن أستخدمه وأحسن الأس إي أو تبع الموقع. على فكرة أنت لو دخلت على جوكر إكس واي زد الموقع وفحصت ترتيب أليكسا فيه حتلاقيه حاليا 25,000. ليش؟ طب كم مقال أساسا المنشور فيه؟ وهل المقالات إنجليش ولا عربي؟ طب هل ضرب سي بي سي أساسا؟ هل لو أنا عملت فيه دومين فرعي تاني وربطته في حساب جوجل أدسنس تاني هطلع منه أرباح؟ في 100 سؤال في بالي أنا لو بدي أسألهم هدخلك في 100 متاهة، تمام؟ بس اللي بدي أوصل لك هي إذا الموقع تبعك اهتمت فيه في الدومين أسرتي والبيج أسرتي، تمام؟ واهتمت فيه في ترتيب أليكسا واهتمت فيه في السي بي سي الكلمات المفتاحية الكيورد، تمام؟ كيورد بلانر، أنت هيك حققت معدل ممتاز. خلينا أقول بنسبة 70% تهيئ الموقع، تمام؟ بضل يا سيدي العزيز شوية حبشتكنات صغيرة زي مثلا انه تدخلي على الادز، تمام؟ لوش حظر الشبكات الاعلانية، في عندك شبكات للاعلانات طبعا جوجل ادسنس في تحت يدها شغال 27,000 شبكة. انا مش معني كلهم يشتغلوا معنا، انا معني اقل عدد ممكن، لكن كنصيحة مبدئية لانه العدد ضخم مش هتقدر تحظره هواية واحدة. فاتمنى يا سيدي العزيز انه تحظر 7500 شبكة. 7500 شبكة هم أول 7500 كفاية لو حظرتهم أنهم يزبطوا عندك الـ SEO أو الـ CBC تبع جوجل أدسنس بالنسبة للويب سايت. يعني النقرة الوحدة بدها تصلك بـ $100 أمريكي بالميتا، تمام؟ بس شرط يدخل عندك معدل الترافيك ممتاز. أنا بتكلم عن الترافيك في حدود من 50 ل 100,000 زيارة. طبعا معنى كلامي بإمكانك تروج الموقع تبعك لجوجل إعلانات جوجل أدز، ممكن تستخدمها ومن خلالها تبدأ يا سيدي العزيز تروج، تمام؟ وتبلش الشغل تبعك. طبعا يا جماعة المغزى من كلامي، تمام؟ إنه أنت بإمكانك تحقق أرباح من جوجل أدسنس وممتازة جدا، وأنا شخصيا أستفيد من هذه الأرباح، تمام؟ يعني موجود والحمد لله والله فتحها، وعلى أكثر من جهة كمان، لأن أنا مش مستعد اطلع اشتغل في جوجل ادسنس على حساب واحد. على افتراض الحساب هذا انغلق معك، انت كيف اصبحت؟ او هل انت هتستمر في الشغل هذا؟ طبعا لا، انت مش هتستمر في الشغل هذا نهائي لانه انغلق الحساب. انت هيك انتهيت، يعني تحط حلمك فيه وطلع لك 4000 او 3000 دولار وفجاه ينغلق. لكن لو انت كنت شغال على عده حسابات لجوجل ادسنس، حسابات فرعيه، انا واثق 100% انت هتحقق انجاز، تمام؟ بسم الله. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين هالوقت الطيارة بدها تبدأ، بدي نغلق الباب وما بعمل شوية صيانة زين، حتبدأ ان شاء الله تقلع يا رب تدعونا. والله انا خايف نونة الصراحة، بس يلا ان شاء الله بتمشي. خليني بس البس البوت تبعي، انا اشتحت البوت سويني نسيش. طيب ماشي، هاي الطيارة بدأت تمشي يا جماعة شوي شوي. أنا مش عارف كيف ألبس الرباط تبع الأمان. والله شكله ما في رباط خالص. مش عارف بس ثواني يا جماعة أحاول فيه عشان بلاش أنا أخطف بعيد. طيب انا لبست الرباط تبع الامان وهيك تمام 100% زين احتياطي، بس هيك يعني اي كلام، تمام؟ هذا هو بدك تبين يا ابني، هذا هو زين، خليته كانه طلعت 10 طيارات من قبل. ماشي يا سيسو يا فلسطيني يا بن غزه، ماشي
الله يسامحك يا سيسو، تطلع بتغني انت بتلم مصاري بتضحك علينا في الاخر. اه بدأت تتحرك والله، احلى الاجواء تتحرك تاتا تاتا. اه يا غالي. اه يا علوش سامعك. ايه تا خد اذنه. طبعا انا الوقت بحمل الشنط تبعتنا، مش عارف اذا كان حقدر ابينها ولا لا. هاي من هنا زي ما انت شايفين، لقيتها بحمل الشنط هما عشان يخلصوا من اي عائق، يعني شنط معنا من الاخر. انا حطيت شوية دخان على الفكرة فيها لواحد صاحبي، الله يسترها وما يفتشوها. مش الي انا، لواحد صاحب. على فكرة انا بدخن يا جماعة للعلم يعني، بس خفيف تمام. وشكلي بعد دخولي تركيا حقلب شمال، الله بلعنا الغلط احسن من كل شيء. يعني الواحد اللي تربى عليه هو الصح، وفي النهاية انا مصلحتي الاولى والاخيرة اكون بني ادم عملي جدا في الشغل تبعي، يعني غاية الاساسية احقق اكبر قدر من الارباح في جوجل ادسنس. انا معني فيها، انا بدي اكون بني ادم غني ومطلع للاشي هذا، وراح انجح فيه بالآ باللا بالياس بالنو وحياة كتاب الله ان الغير انجح فيه. على فكرة حاليا انا الفترة هذه وانا كنت معني اطلع على تركيا، لانه حاليا مجهز 100 دومين فرعي خاصة في شخصيات تمام، كلهم كامل مهيئات سي بي سي. ما علي الا بس اوكل شوية الشباب عندي وبنات طبعا من دول متعددة على اساس يبدوا يشتغلوا، بس نظام مقر وانا بتبعت الترافيك حقيقي عليهم كلهم. طبعا مبدئيا وانا مغمض عيني بدون ما اشوف الموقع نهائي، كل دومين فرعي لازم اطلع لي 4000 ل 5000 دولار. خليني اقول لك يا سيدي العزيز، 200 دومين انا هذه في هذه الحاله 100 دومين او 100 حساب ادسنس في 4000 دولار، عندك 400000 دولار قاعد بتتكلم. طبعا انا مستحيل ادخل هذه الارباح في حساب بنكي واحد، حتى كمان في 10 حسابات مستحيل. لهيك انا وكلت ناس وهيئت حسابات بنكيه خاصه بالشركات على اساس لو ضخيت مبلغ ضخم ما يكونش في مشكله، بس عملت بدل الحساب 2 و3 يعني اكثر من شخص، نظام تجار على اساس لو دخلت المصاري ما افقدهم، مش لو يا سمح الله فقدتهم في واحد مش هفقدهم في الثاني. تعال عندي، تعال يا علوش، تعال. خلاص معناته هي زي ما انت شايفين اصدقائي طيارة بدها تتحرك، وعلي بنبهني بقول لي بسوس شوف الوضع. ادعي لي بس، المهم اقع عشانها. اوه ماي جاد، لقيت الطيارة بدها تطير تمام. ماشي يا سيسو، انا بدها تتحرك والله. زي ما وضحت السيستم، يعني بالنسبة لجوجل ادسنس الموضوع سهل جدا تمام، بده عقلية مفتحة وبده امكانيات، مش امكانيات مادية، انت مش محتاج اي امكانية مادية من اساسه، هذا بس الاهانة يشتغل تمام، تدفع له مصاري وانترنت واكل وشرب عشان تاخذ نتيجة في النهاية، عشان ما تضلكيش هاني منايمة في بيتك وانت ما معكيش ولا فلس، وكل دقيقة والتانية تقعدي تنكشف جوزك تلعني سلسفيلو حبي شوية. ماشي يا سيسو، عم نفكر في الموضوع. طيب تمام ايش هذا؟ شوف هذه ادوني انا، هذه اداني، هذه هو يجي ابصر شو ايش هو مونا ليدو. اقول له لو ايش سماعات، واو سماعات من الشركة نفسها عشان انا اشبك واسمع وادلع نفسي. واو بالصوت هاي بعدين هدول السماعات الاصليات يلا، زي ما انت شايف بدي اشبك في المدخل هنا، زي ما انت شايفين اوكي بدي اشبكه في المدخل هذا اللي هنا تمام، احضر لي فيلم حاجة هيك. طبعا انا لا نفسي ابرم معك وانا ذوب تمام، انا بدي استغلها ان نزهق انا وينكو واحنا ايش
بنعكس في بعض. خليني بس احاول اشبك هذه، اقولها مع السلامه. يس اه بقولي افتح التنتين وين شبكتهم. هيك انا شبكتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت صدرك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالانابه عن مصدر عضو تحالف الصلاه العالمي كابتن محمد صلاح وطاقم طائره. يس نرحب بكم على طائره مصدران الايرباص 320-200 نيو ورحلتنا ان شاء الله الى اسطنبول. توقع مقطع المسافه ما بين مطاري القاهره واسطنبول في حوالي ساعتين و15 دقيقه من الزمن. كما يمكنكم متابعه خط سير الرحله وارتفاع من خلال الشاشات التي امامكم. الرجاء من حضراتكم مدارات ربط حزام المقعد، وضع ظهر المقعد فوق الراسي، والامتناع تماما عن التدخين حتى تمام الوصول. مطار وطاقم طائره يتمنون لكم رحله ممتعه. شكرا. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the members of Science, Captain Mohammed Salah and his crew members have the pleasure to welcome you aboard the Egypt Air by Airbus 320-200 Neo flying to Istanbul. We'll cover distance between Cairo and Istanbul in 2 hours 15 minutes, and you can follow up the altitude and routes through monitors in front of you. Please, you are requested to fasten your seatbelt, put the back of the server position and observe the announcement sign. Thank you. حضرات السادة الركاب، سوف نقوم الآن بعرض فيلم عن تعليمات السلامة، فنرجو الانتباه. شكرا. Ladies and gentlemen, pay attention please. Now the safety demonstration video. Please pay attention. Thank you. بدي أحضر فيلم يا جماعة، بلاش يصير في إشي هيك مش ناقص أنا. تمام. بس أنا مش عارف أفك السماعة على فكرة ولا أستغلها. ثواني بالله. أنا غلبان. ميل عيني. السيدات والسادة، مرحبا بكم على متن طائرات مصر للطيران. من أجل سلامتكم وراحتكم يرجى الانتباه لتعليمات السلامة. يرجى وضع حقائبكم اليدوية تحت المقعد أمامكم أو بشكل آمن في الخزائن العلوية. حطناهم والله العظيم. ماشي سيسو. مع إبقاء مخارج الطوارئ والممرات خالية من أي حقائب طوال الرحلة. واو، في صورة مزة على فكرة. برجاء ربط حزام المقعد فور إضاءة علامة ربط الحزام. خربتها ما أسكيها يا حبيبي يا سيسو. خلي المعدني في مشبك المقعد، ثم شد طرف الحزام حتى يضيق. لفك الحزام طيب. يرفع غطاء المشبك لأعلى. يرجى ربط حزام المقعد طوال الرحلة وإظهاره لطاقم الضيافة ليتمكن من رؤيته حال نومكم. ونود أن نذكركم أن التدخين ممنوع على جميع رحلات مصر للطيران، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، ويمنع التدخين منعاً باتاً في جميع أنحاء الطائرة. دورات المياه مزودة بأجهزة لكشف الدخان، وأي تلاعب بتلك الأجهزة أو عدم الالتزام باللوائح والتعليمات يعتبر جريمة تعاقب عليها القوانين المحلية والقوانين الدولية للطيران المدني. هناك 8 مخارج للطوارئ على متن هذه الطائرة تحمل جميعها علامات واضحة. يرجى تذكر المخرج الأقرب إليكم والذي قد يكون خلفكم. في حالة الطوارئ ستضاء الممرات المؤدية إلى المخارج. تعليمات فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج. في حالة استخدام منزلقات النجاة يرجى التأكد من خلع الأحذية. إذا حدث تغيير مفاجئ في ضغط الهواء ستتدلى تلقائياً أقنعة الأكسجين المعدة للاستعمال. اكتب إليك القناع مع البقاء في المقعد والتأكد من ربط حزام الأمان. ضع القناع على الأنف والفم وتنفس بطريقة طبيعية. ثبت القناع بواسطة رباط مطاطي. لإحكام القناع شد طرفي الرباط حتى يضيق. تنفس بطريقة طبيعية حتى نعلن أنه يمكنك نزعه. تذكر أن تضع القناع الخاص بك أولاً قبل مساعدة الآخرين. إن سترة النجاة موجودة هنا أو هنا.
أخرج السترة من مكانها عندما يطلب منكم طاقم الطائرة استعمالها. أخرج السترة من مكانها. أدخل رأسك داخل سترة النجاة. لف الحزام حول الخصر ثم أدخل طرف الحزام في المشبك مع شده بإحكام. لملء السترة بالهواء اكذب السدادة الحمراء إلى أسفل أو املأ السترة بالهواء عن طريق الفم. سيضاء الضوء عند جذب خيط البطارية ولن يتم ذلك إلا في الماء. وفي حالة السترة بدون خيط سيضاء الضوء تلقائيا في الماء. يجب نفخ السترة فقط عند مغادرة باب الطائرة أو بعد الخروج من مخارج الجناح. ستوزع سترات النجاة للرضع من قبل طاقم الطائرة. يرجى اتباع لفتات التعليمات والعلامات المضيئة المنتشرة في أنحاء الكابينة. في حالة الطوارئ يرجى اتخاذ الوضعية الموضحة على الشاشة. تجدون بطاقة تعليمات السلامة في جيب المقعد. برجاء قراءتها بعناية قبل الإقلاع. يرجى غلق جميع الأجهزة الإلكترونية أو وضعها على نمط الطيران وتخزينها بأمان أثناء الإقلاع والهبوط. في حالة سقوط أي من الأجهزة الإلكترونية داخل المقعد لا تحرك المقعد واستدعي أحد أفراد الطاقم للمساعدة. لبدء رحلتنا يرجى التأكد من ربط حزام المقعد وإعادة ظهر المقعد إلى الوضع الرأسي وإعادة كل من طاولة الطعام ووحدة التحكم اليدوية إلى مكانها وتحريك مسند القدمين إلى الوضعية الأساسية مع فتح ستائر النوافذ. والآن سيقوم أعضاء الطاقم بمراجعة إجراءات السلامة استعداداً للإقلاع. نحن هنا من أجل سلامتكم وراحتكم. مصر للطيران تتمنى لكم رحلة سعيدة. نفس السحرية هي بس بتحكي بالإنجليزي. Fasten your seat belt, insert the metal end into the buckle. And pull the strap to tighten it. To open seat belt, lift up the bucket flap. To ensure your safety, seat belt should be fastened at all times and visible to cabin crew in case you're sleeping. We would like to remind you that all Egypt Air flights are non-smoking. If we're not adherent to these instructions, is a criminal offense under national law and international civil aviation regulations. There are 8 emergency exits on this aircraft, which are clearly marked. Please keep in mind, your nearest emergency exit might be behind you. In the event of an emergency, the path to the exits will be by pulling down the tab in front. The light will only illuminate in water. If your bus does not have a tab, the light will automatically illuminate in water. Your life should only be inflated as you leave the aircraft door or after leaving from the overwing exits. Life vests for infants will be distributed by cabin crew. For everyone's safety, all passengers are required to comply with cabin crew instructions and all posted placards and illuminated information signs located throughout the cabin. In case of emergency, adopt the brace position as shown on the screen. The safety instructions card is located. طيب تمام يا جماعة الوقت خلص يبرمو تمام. أنا إيش اللي أسوي بالضبط مش عارف الوقت بس أنا بستنى صراحة أنا قد بدي تقلق شوية. تمام ايش بسوا هم انا نفسي افهم صدقوني ما عارف ايش بسوي. ها جايب لي تبع الزيت تبعت المروه وبده يحطها في مكان. المهم احنا خلينا نرجع على موضوعنا احسن. موضوع جوجل ادسنس اهم من الطياره نفسها. انا ابغى طياره ماشي ماشي يا ابو السوس. الوقت زي ما حكيت النقاط البسيطة اللي بدي إياها للموقع عشان أنت تكسب سي بي سي وتكسب أرباح كويسة من المدونة تبعتك أو الدومين يكون عندك دومين إكس واي زد تكلفته $1 بالضبط. بيش أسرتي ما يقلش عن 15 دومين أو آسف دومين أسرتي ما يقلش عن 15 بيش أسرتي ما يقلش عن 30-40 مبدئيا. باك لينك يكون في عدد ممتاز أو جيد إن شاء الله حتى 100 مش قصة. يعني أنا مش مربوط قصدي في باك لينك عدد 100,000 أو 200,000. أنا المربوط فيه بالضبط إنه أنا بدي أرباح تمام. طيب كمان في شغلة تانية موضوع الترتيب أليكسا بدي أهتم فيه. لازم الويب سايت يكون ترتيب أليكسا فيه أقل من 20,000 إذا بدك تحقق فيه أرباح من جوجل أدسنس وما يغلقش معك الحساب. طبعا هذا بغض النظر بدك تكون أنت مهتم
تعمل حسابك انه فيش احضان 404 نهائي، تمام؟ قاعد بحضر انا الاحضان اللي هنا، في موسس كتير اليوم موجوده في الشاشه معي. على العموم على العموم، سمعين صوت الاغنيه؟ اخ يا سيسو، وين الزمن الجميل اسبوع السوس؟ انا حاسسها بدها تمشي. ماشي يا عم. طيب تمام يا جماعة، هالوقت يعني بدأت تتحرك البيارة. قدم شركة بلوسايز أو شكرا شركة ستاند باي. خلينا نركز على الصورة هذه وبناء عليها نمشي ونحدد باتجاه. كيف الله أكشن يا سيسو صح؟ يا مصمصم نونة هيك بدنا نخطفك في السماء. سيسو آه آه يا غالي مغزة مسكينة. لما تطلع في الجو بدي اعمل تصوير حلو، تمام؟ اه يا ابن الناس شو؟ اهدى يا علي، انت قدام لجانب هالوقت. كيف الله الجو؟ استعدادا للاقلاع عن مرج التاكد من ربط حزام ام مقعد غلق التليفونات والاجهزه الخفيه المحمول وضعها في اماكن مخصصه لها. يا جماعه انا عشان بدي هذا، انا معني اخلي الجهاز مفتوح عشان اصورها قبل اللحظه هذه من اجل سلامتكم التامه، تمام؟ يمكن بيسخن المطار، المطارات تبعتها مش المطار، المحركات ولا تزعل. ماي جاد، في طلعت اش اصوات جديدة. طيب يا سيسو يا سيسو يا سيسو، مش بده يكون بعد هيك. انا في النهاية بدي الحلقة هذه تجيب نص مليون مشاهدة واخلص، بعديها تبا لهم. ايوه فانا زي ما وضحت بالنسبه للموقع الالكتروني، تمام؟ اللي حكيت لك اياه بدك تعمله، بمعنى السي بي سي عشان تنجح فيه في الموقع انت مش محتاج تكتب 200 مقال و300 مقال و500 مقال، كله هذا كذب، تمام؟ حتى لو كتبت على الفاضي ما لهم اي معنى. انا هيك غايتي الاساسيه اربح مش انشر علم، بمعنى انا مش قاصد انه امنع العلم يعني، لا، بس الفكره انا اطلع اركز على مقالات يكون سعرها غالي جدا وتطلع لي ارباح كويسه، فانا معني فيها. لهيك محتاج كم اقل تكلفه، تمام؟ او محتوى يعطيني يعني تكلفه اكبر او عائد اكبر الي لصالحي، زين؟ سان لسه شكلها يا سيسو الاخر طالع شكلها هيك يا ابو سوس. لخاطر اشغل فيلم اكشن مصاصة دماء زومبي عشان انسى شوي الجو ولا نستنى شوي. الوقت الجناحين تبعت الطيارة نفسها بدأت تلعب، تمام؟ في بعض الابواب فيها بتفتح وبتسد الجناح هذا، الجناح هذا يا جماعة مش متماسك، مش كله قطعة واحدة، لا نظام كلها قطعة، تمام؟ لو نجي نرقب شوي زي هيك،
طبقات مش طبقة واحدة. الوقت الطيارة بدأت تتحرك يا جماعة بشكل جدي. تمام؟ سيسو مخطوف. طلعت متعة يا عم، وانا بقول اشي تاني، قلت حيغزوني ولا حيطلعوني في جهنم. هي بتمشي حلو ما اذكرها. الله يستر. شايفين انت وين بتلف؟ إلها مكان خاص فيها. هلا ضلها كابسة ومادة. هذا شوية وتطلع في زون أمبر. سخن سيسو طن عشانك تكون مصمم نونه يعني. انا المشكله عشان بس في ناس مش قادر اتكلم عن جد يعني، اشتغل شغل نظيف الحمد لله. خليني ساكت اليوم. أول ما تطلع في الجو بدي أبدأ أسجلها صح، شو كيف بدي أطلع الشكل. ماشي يا سيسو. بقيت بتهدى شوي فجأة ايش بتبدأ تصوت صوت من البداية المقدمة. تمام؟ هي بتسخن بس بتاخد اذنك. في واحدة على فكرة تانية جاية إذا شايفينها. هيك هذي وقفت شوية، قلت هذي بدها تغز وتطلع. ماشي يا سيسو، بقية بحياتك يا أبو السوس. طيب بدأت تمشي.
جددت الله. لا بغض النظر. لفت على الخط المناسب إلا عشان تكبسها غوي واحدة. ما كان قالوا لي من الأول. طلعوا كيف مصر صح ومن هان منطقة قديش واسعة. هي بدأت تطلع على فكرة.
هاي اخر منظر بفتحه لكم هالوقت ببينه. تمام، كان استمتعنونا.